يتلقوا به المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وقع تقديمه البارح نهار الخميس. باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع سيد محمد شعبوني خبير بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات. مرحبا بك سي محمد. عايشك بارك الله فيك، عسلامة. نحيي جميع مستمعي قناة إكسبريس فام. يعيشك سي محمد. هات قبل كل شيء سنقدموا الليتود هذية على قداش من مؤسسة بالضبط صارت وتهم أي نوع من مواطن الشغل بالضبط نحكيه عليه؟ هي الليتود هذية اللي عملها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ثالث عام على التوالي. قمنا بتقديمه البارح في نهاية المنتدى الثاني لأيام الوطنية التشغيل. جيت باش نفكر الثلاث أيام هذوما اللي فاتوا عملنا فيها الأيام الوطنية التشغيل اللي قام الافتتاح نتاعهم السيد سي فوزي عبد الرحمن سيد وزير التشغيل والتكوين المهني. جيت في رابيل على الثلاث أيام هذوما مهمة برشا على خاطر سيتي تريشارجي كانت مشاركة محترمة برشا، 60 مؤسسة حضروا فيها و 15 ألف زائر من طالبي الشغل جاءوا للياسيو باش يشوفوا الشركات هذوما. قمنا زينا بتنظيم 600 مقابلة ما بين طالبي الشغل والشركات اللي عندها وظائف شاغرة. 600 هذوما اخترناهم ما بين 3000 سي في وردوا على المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ياسيو قبل ما ننظموا ثلاث ايام هذوما. دونك الحق تعدى بالكدا. في اخر الايامات هذوما قدمنا بتقديم بالريزولتا برانسيبو ولا تاع التقرير الوطني للتشغيل اللي عملناه في السنه الثالثه المتتاليه. هذه الليتود الهدف الرئيسي نتاعها هي تحليل سوق العمل في تونس بين متطلبات المؤسسات اللي تشغل والمهارات الموجودة من جانب خريجين الجامعات. جوست كالكوز انديكاتور ليتود تعملت على 1000 مؤسسة موين اي جراند انتربريز اللي عندهم اكثر من 20 امبلويي والميثود دو كوليكت دي انفورماسيون معناها الاحصائيات عملوا دي كيستيونير فاس فاس مع المؤسسات هذوما. بالنسبه للديبلومي ولا المهارات الموجوده لونكيت تعملت اوبري دو 13500 خريج جامعه من اختصاصات مختلفه بالطبيعه من دي فورماسيون ديفيرس موجودين في تونس اللي قراوا في تونس معظمهم خارجين ما بين 2011 و2017 معناها عندهم عام الثمانية سنين واللي خرجوا من الجامعه. والميثود دو كوليكت معناها خاطر العدد اكبر كان فورمولير بار انترنت اون لين. المواطن الشغل نحكيو على 107000 موطن شغل شاغر في المؤسسات هذيا. المواطن الشغل هذيا اللي نحكيو عليها اليوم فما اشكاليه نتاع عدم توافق بين العرض والطلب، طالبين صفات معينه مش موجوده وميزات مهنيه معينه غير موجوده في سوق الشغل. سي محمد، هي الليتود يفوكاليزي بالطبع على الألف هذوما وكنا ونجمنا نعمل اون اكسترابولاسيون باش نقولوا عدد مواطن الشغل الشاغره هما 107465 موطن شغل اكثر من الليتود نفس الدراسه اللي عملناها عام الاول اللي كانت 73000 موطن شغل شاغر. وهما نفسهم معناها الشركات هذوما اللي عملنا فيها الدراسه لي بيزوان ريكروتمون على لو ريكروتمون بوتونسييل على عامين في على مدى عامين 118000 موطن شغل بوليتر ريكروتي في نفس الميادين. حبينا نشوفوا شنو ما بالطبع لي بروفيسيون برينسيبال وبعديك شنو ما لي دومين ولا سيكتور بروفيسيونيل. نعطيك لي توب معناها اللي مطلوبين اكثر وحيد هما لي كادر دو ديريكسيون كو سوسوا كادر دو جيستيون ولا مديرين نتاع جيستيون دو ديبارتمون ولا دو ديريكسيون دو فونت ولا اي هذوما كلهم يدخلوا تحت نطاق الكادر دو ديريكسيون. 21000 موطن شغل شاء لي ميتي دو لارتيزانا هذه معناها تجي في المرتبه الثانيه ارتيزانا امبريمري واندستري 14000 موطن شغل.
les métiers du commercial, tijara, les attachés commerciaux, les représentants, les représentants technico-commerciaux, 15,000, ou les ingénieurs informatiques, les techniques de l'information et de la communication, les TIC, 15,000, ça rejoint les chiffres qui m'ont annoncé, estimés de la part de l'UTICA, la fédération des TIC. لكن هوني سؤال مطروح وجستمون ما تنحب جواب على السؤال هذية المهن اللي ذكرتها هذية فما فيها قلة في السوق فما نقص ما أنت تاع المهن هذية في سوق الشغل اليوم في تونس الشيء اللي خلي فما عدد كبير من مواطن الشغل شاغرة في بعض المؤسسات أي فما البعض منهم نقص ولا ناس ولا معناها ما فماش ما يكفي باش يلقاو معنا شركات مؤسسات سو تيب دو بروفيل ولا زاد فما مرات اون مانك دو كوريسبوندونس ما بين معناها طلبات الخريجين والشركات ما هماش متطابقه هذاك علاش انا حبيت نطرق هوني في شنو هما لي كومبيتونس والمهارات اللي مطلوبه من الشركات وشنو هما الحاجات اللي لي زوبجيكتيف نتاع لي ديبلومي شنو اللي يفركسوا فيها شنو اللي بروفيل تيب اللي يلوجوا عليها اللي واضح هنا جوست قبل ما نوصل لهوني حبيت نقول لك على لي سيكتور اون جينيرال زاد معنا خاطر هذوكم المهن اللي قدمتهم لك انا حبيت نقدم لك لي سيكتور اللي قلت عليهم انت الساعه اول سيكتور متطلب هما طالبين ولا فيها معناها دي بوست فاكون هما لي زاندستري تكستيل دابيمون دو كوير اي دو لا شوسور وهذه معناها سي ان بون سيني انه سي ان سيكتور كي فا كونتينيو ا سو ديفلوبي في تونس السيكتور الثاني هو الكوميرس وهذه معناها بالطبيعه سا كونسيرن تو لي سيكتور داكتيفيتي مهارات التجاره 10,000 ولي زاندستري اليمونتير اي دو بواسون ان بو موان في لي 9,000 بوست فاكون واضح بالنسبه للمطلوب من قبل المؤسسات بالاساس هما فما حاجتين مهمين شفتهم انا في التقرير اللي هما اللغات ولي زوتي انفورماتيك يعني هذوما حاجتين مطلوبين في كل الاختصاصات المؤسسات تبحث عليهم مش موجودين اليوم الاختصاصات هذوما فيهم نقص والله ce qu'on appelle un petit peu les femmes des compétences c'est des compétences exactement واضحين كيما les compétences informatiques les compétences linguistiques mais فما aussi des compétences transversales donc حتى في المقابلات ولا في les entretiens qui se font معناها الواحد généralement يعطي un score يبدا حاجته بالكومبيتونس تكنيك في الانفورماتيك ما يلقاش لا ميتريز دو لا لونغ فرونسيز ولا انجليز يجم يلقى زوز ما يلقاش هذيك لي كومبيتونس ترانسفيرسال اللي هما جو سيتري لي تروا برانسيبال هو ترافاي اون ايكيب لونجاجمون معناها هذيك نتاع ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربي لونجاجمون او نيفو دو ترافاي لا ديسبونيبيليتي دو لا بيرسون اي لورينتاسيون اوتور دي ريزولتا دونك سي ان انسومبل تاع ثلاثه مهارات هذوما اللي تخلي الشركه مرتاحه وتقول هي اهو لقيت اخترت الكونديتا بريفي لقيت لا بيرل راغ نتاعي هذا من شيره المؤسسات لكن من شيره الطالبيه الشغل المتخرجين شنو هو المطلوب معناتها شنو يحبوا يلقاو في المؤسسات والله الاكثريه سي بيان سور معناها جو باس اوتر لي كونديسيون ايكونوميك سالاريال ليسبري دونتربريز هذا معناها مهمه برشا والاكثريه معناها سي لا جيستيون دو كارير لا كلارتي بالنسبه للجيستيون دو كارير في مين يجم يوصل شي يجم يتعلم منها شريكه هذا اش تجم تجيب له وكيفاش يل بو سوفوار ا مويان اي ا لون تيرم في الشركه هذيك فما كوتي زاده مهم ياسر اللي يشوفوه طالبي الشغل مهم انه فيما يخص كيفاش نقول لك قلنا الكوتي بيكوني مي اوسي لا جيستيون دو كارير اترافير معناها لا ريفيو دو بيرفورمانس معناها لا بوليتيك ريسورس هيومان ان بارتيكولي واضح الشباب هذوما اللي تحكي عليهم سي محمد شعبوني شنو هو اكثر السبل اللي يعتمدوها في البحث عن شغل خاطر في التقرير مثلا تقولوا لي ما بين لي مود دو ريكروتمون هو الالتجاء الى مكتب الشغل معناتها ما فماش مثلا الاغلبيه يعملوا هكا ما نشوفوش مثلا شكون يبعث ملف مباشره للمؤسسه ولا يحب يلوج وحده ولا فما البعض
تقعد ديما في الدراسة هذه لتخرج أكثر واحدة 23% فارفوات كونكور. فارفوات كونكور معناها من الأكثرية في دون لو سيكتور بوبليك. بعديك في لي ستركتور أورغانيزي نتعديو على ليزانونس زاد 11% لي كابيني دو ريكروتمون سامحني لي بلاتفورم دومبلوا لي بلاتفورم دومبلوا معناها سافيتر سوا على الانترنت سوا على بلاتفورم بريفي معناتها هنا تقول لنا سي محمد لي بلاتفورم دومبلوا زوز كو سوا سي لي بورتاي معناتها دو ريكروتمون لي بورتاي ولا لي سالون لي سالون ولا لي سالون دو ريكروتمون هذه هي ريبريزونت ان بورسونتاج محترم 30% بعديك يجيو لي كابيني دو ريكروتمون كابيني دو ريكروتمون اونفيرون 8% مازال ضعيفه شويه هذه وقت نقارنوها بالنسبه لبلدان اخرين في جنوب اوروبا ولا في شمال افريقيا هذيك معناها يعتمدوا بالاساس على المكاتب الخاصه هذوما للتشغيل واضح واللي كونتيتاتور سبونتاني كيف ما الكابيني دو ريكروتمون 7% يعتمدوا على يبعث الملف نتاعه والشركه اختارها هو ولا سمع بها ولا يحب يشتغل فيها. داكور 7% فقط يبعثوا وحدهم معناتها كونديداتور سبونتاني. هذا رقم مفاجئ بالنسبه لي الحقيقه. لا هذوما لو ريزولتا نتاع الريكروتمون فينال. معناها كان ناخذوا على 100 بوست كي اون ايتي ريكروتي قداش قدموا مطالب 7% 7% تخذوهم من لي كونديداتور سبونتاني. واضح. اكيد اكثر بعثوا هكاك مي دو ريزولتا بوزيتيف بالميثود هذيا ما يفوتش 7% ما يفوتش 7%. ميرسي بوكو سي محمد شعبون يعطيك الصحة خبير بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في ديكود ليكو حكيت لنا على مواطن الشغل الشاغرة في المؤسسات هذيا في إطار مرة أخرى نفكر التقرير الثالث التقرير السنوي الثالث حول التشغيل اللي قام به المعهد. كان عندك ملاحظة؟ إي 7% علاش؟ تعرفش علاش؟ معناتها هما بيدهم يبعثوا موسسه ديريكتومون 700 فقط وقع انتدابهم من الكونديداتور سبونتاني معناتها لا معناتها من جمله اللي وقع تشغيلهم فما 7% جايين اترافيغ دي كونديداتور سبونتاني باه لا انا صغير 7% من اللي طالبين يصبوا يقدموا لا باه لا دونك تفكيري معناتها لان ما حتى هكاك هو فسر لنا بعد ما تخيل كيفك لكن حتى هكاك شويه ضعيف ضعيف جدا معناتها اليوم في في تونس ما تنجمش تعمل على دوسي تهزوا الشركه ما تنجمش معناتها خاطر نحكيو ياسر على الامس للبرا تنجم تهز ملفك تمشي تدق الباب على شركه وتعطي وشفنا برشا طلبه في تونس يعملوا هكاك انا في بالي العدد كبير لكن اليوم نكتشف اللي ما نعرفش قداش يمشيوا يقدموا بالشكل هذايا لكن اللي يقع انتدابهم عدد ضعيف تحكي على شركه